طبقاً لآخر تعديل وزاري، والذي أقر بدمج وزارة الصناعة الصيدلانية سابقاً مع الصناعة تحت مسمى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني بقيادة الوزير علي عون، يرى المختصون أن هذا القرار سيساهم في إعطاء ديناميكية جديدة لقطاع الصناعة، لا سيما في القضايا الشائكة وأبرزها ملف استيراد وتصنيع السيارات بالجزائر. قطاع الصناعة لم يتحرك بالصفة اللي ينتظرها السيد رئيس الجمهورية وينتظرها كل الجزائريين والصناعيين والمستثمرين، حتى مع صدور قانون الاستثمار والقوانين المرافقة له للنصوص التنظيمية، ولكن بقى فيه ركود. نتكلم منها مثلا على صناعة السيارات، نتكلم على كل القطاعات الصناعية. السيد عون أيضا معروف في قطاع الصناعة الصيدلانية اللي كان نظن التاريخ تاعه المهني كان كله في الصناعة الصيدلانية، كان التجربة تاعو رايحة ربما تقدم شيء قطاع الصناعة، هذا ربما ما يعول عليه السيد رئيس الجمهورية. نتمنى أنه يقدر يحرك القطاع، لأنه لاحظنا الجميع كمواطنين كمستثمرين كخبراء بأنه تحرك في مدة شهر أو شهرين حركة في الميدان، اتخذ عدة قرارات، صرامة، المتابعة في الميدان، اتخاذ القرارات اللازمة لما ما يتحركش قطاع ولا تطبق القرارات تاعو. إذن نظن بأنه سيكون الرجل المناسب لهذا القطاع. وزارة التجارة وترقية الصادرات كان لها الأثر البالغ عند المواطن في التعديل الأخير، لا سيما والاضطرابات التي شهدها القطاع في الفترة الأخيرة، كان أبرزها ملف ضبط الأسواق وفتح الاستيراد. مقابل ذلك، يرى أهل الاختصاص أن للوزير الجديد القدرة على إعطاء أريحية لقطاع التجارة لما له من خبرة سابقة في المجال. بما يتعلق يعني بقطاع التجارة، اليوم نظن أنه أيضا تعيين السيد طيب زيتوني على رأس هذا القطاع راح يسمح ب يعني حلحلة بعض الإشكاليات الموجودة، خاصة فيما يتعلق بضبط وتحكم يعني في السوق. واليوم نرى أنه فيه اختلالات في على مستوى بعض يعني النشاطات التجارية، وأخص بالذكر ب يعني نشاطات تجارة الجملة في ما يتعلق بالمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك. في نفس الوقت طيب زيتوني هو على دراية أيضا بنشاطات التجارة الخارجية، على أساس أنه كان يعني مسؤول للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، واليوم أيضا نظن أنه راح تكون في عمل يعني ويعني الذهاب بمقاربة جديدة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية. هو إذن تغيير وزاري لقطاعين فاعلين في الاقتصاد الوطني، فهل سنشهد بداية حقبة جديدة في إعطاء حيوية لقطاع الصناعة والتجارة؟